عمر الله وأوقاتكم بكل خير. أحب أن أذكر لكم سرا من أسرار التخطيط الناجح. ونحن في غرة محرم من عام 1442 من الهجرة، جعل الله عز وجل عامكم هذا سعيدا وكل أعوامكم يا رب. كلنا نخطط ونعرف من يخطط. هناك مشاريع كثيرة يدخل فيها الإنسان ثم يتفاجأ بأنه لم ينجح فيها، بينما في المقابل تجد أشخاص يدخلون في مشاريع وعندهم أهداف معينة يريدون أن يحققوها، فيتفاجأ بأنهم حققوا أعلى مما يريدون وأفضل مما يتمنون، ويكون ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا. الشيخ الذي حفظني القرآن أخبرني مرة أنه دخل المسجد فأغلق على نفسه باب المسجد فحفظ نصف جزء من القرآن الكريم في جلسة واحدة، كانت سورة الشعراء تقريبا، وهي مليئة بالمتشابهات. بعض كبار التجار والمستثمرين الذين يستثمرون بالملايين يضعون أحيانا دراسات جدوى لمشروعاتهم ويضعون خططا لها، ثم يتفاجأوا في نهاية الموسم بأنهم حققوا إيرادات أعلى بكثير من المأمول ومن المتوقع. بعض الشباب في مقتبل العمر يدخلون في بعض المشاريع فتكون النتائج والأرباح مذهلة بمعنى الكلمة. السر في كل ذلك يكون في البركة والتوفيق الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى. نقل المبرد عن بعض السلف أنه كان يقول: ضوال الكلام أحب إلي من ضوال للإبل. قالوا له: نحو ماذا؟ قال: كقول الشاعر: وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه، أي أرى أن الله عز وجل قد حقق لي أمنيتي لحسن ظني به سبحانه وتعالى. فإذا أحسنت ظنك بالله عز وجل لأنه سيجعل عامك هذا من أفضل أعوامك بركة ونجاحا وفلاحا وتوفيقا، فأبشر بقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظننت بالله عز وجل الظن الحسن فأبشر بما عند الله سبحانه وتعالى من توفيق. السر الثالث من أسرار التخطيط الناجح الاستخارة، فاستخير الله سبحانه وتعالى قبل وضع خططك، وما يقدره الله عز وجل لك بعد ذلك ففيه الخير كل الخير. وأوصيك آخرا بالشيء الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري: ويعجبني الفأل، وفي رواية: وأحب الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، فدائما كن متفائلا. يقول الجواهري: ولقد بلغت من التفاؤل أوجه، وقلائل من يفعلون قلائل، حتى تفاعيل البحور قرأتها متفائل متفائل متفائل. جعل الله عامكم عام فأل وسعادة وخير وتوفيق. دمتم بخير.